بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا وهو غني عنا، ولو شاء ما خلقنا، وقد أراد بحكمته البالغة أن يجعل الحياة والموت امتحانا لنا، فقد قال في كتابه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولم يتركنا سدى ولم يهملنا، بل أقام علينا الحجة وأنار لنا المحجة، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأنزل الكتب فقامت بها الحجة على عباد الله جميعا، وقد قف على آثار المرسلين وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل إليه هذا الكتاب المبين والذكر الحكيم، هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به حصن، ومن قال به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد فصل الله به لعباده ما يرتضيه من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، ونظم له شؤونه كلها في هذا الكتاب المبين وهذا الشرح الخاتم، فكان ذلك أهدى سبيلا وأقوم طريقة. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم لإنقاذ البشرية وإخراجها من الجاهلية الجهلاء ومن الظلمات إلى النور، ليسلك بها طريق الحق وليوصلها إلى رضوان الله وجنته. وقد هيأ الله جنته لعباده المؤمنين الذين يستجيبون لدعوته، فوسع الله جنته وزينها وجعل فيها من أنواع الإكرام ما لا يمكن أن يخطر على بال: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لكنه أراد بحكمته أن يتفاوت أهلها فيها، هم درجات عند الله، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إن أهل الجنة ليتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الذري في السماء، وذلك من تباعد منازلهم. لذلك احتجنا أن نربي أنفسنا على المنهج الذي يرضي ربنا، وأن ننافس في الدرجات العلى، وأن لا نرضى بالأقل والدون. فالعاقل الذي يعلم أنه داخل في مسابقة لا بد أن يحرص على النجاح والتفوق في مسابقته، وبالأخص إذا عرف أن المتفوقين لهم ما لا يمكن أن يحلم به من دونهم. فكل درجة سبق عند الله سبحانه وتعالى وقرب وزلفاء إليه لا يمكن أن يحلم من دونها بما لأهلها، بما أعد الله لأهلها. فلذلك دعانا إلى هذا التسابق وشرعه لنا، وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال: ذلك يوم التغابن. لذلك يحتاج المؤمنون إلى أن يحققوا لأنفسهم ما يصلحون به المنافسة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا أراد الإنسان إرادة صادقة، ثم عزم بعد تلك الإرادة، ثم انطلق في سبيل الحق. فكثير من الناس لا يعرفون هذا السبيل ولا يستشعرون هذه المنافسة، ولذلك هم في غيهم يعمهون يترددون، وحالهم راكد ثابت. فحال أحدهم اليوم هو مثل حاله أمس، وسيكون حاله غدا كذلك. أما المنافسون الصادقون فهم الذين يجددون أحوالهم ويغيرونها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهم يجدون ويشمرون ويجتهدون
وكلما قطعوا مسافة في القرب من الله سبحانه وتعالى زادتهم شوقا ويقينا وإقبالا. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نظروا فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. والربانية تقتضي من الإنسان الإقبال على الله سبحانه وتعالى والأنس به والتعلق به وتمام محبته، فلا يتحقق الإيمان الكامل للإنسان إلا بتمام المحبة لله سبحانه وتعالى والتوقير والإجلال لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان يريد تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فيقتضي منه ذلك معرفة بالله ربه الذي خلقه وسواه، وإقبالا عليه، ومنافسة في القرب منه، وهو يعلم أنه أوتي من الوسائل ما يمكن أن يحقق به ذلك. فالله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فهذه هي وسائل الوصول إلى رضوانه وقربه، وقد سخرها الله ويسرها، وهي لكل واحد منا. فليس القرب حكرا على فئة محصورة، ولا على أهل عمر، ولا على أهل مستوى، بل إنما هو بالإقبال على الله. فإذا أقبلت عليه أقبل عليك، وحينئذ انظر إلى ضيق الهوة وذهاب المسافة. فالبعد الشديد بمجرد لحظة واحدة من الإقبال على الله تقطعه وتقطع المسافات الطائلة الكبيرة بلحظة واحدة، لأن الله يقربك إليه. ولذلك ثبت في الحديث القدسي الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. والصادقون مع الله سبحانه وتعالى يعرفون طول المسافة، فيجتهدون في قطعها بسرعة هائلة، كما قال موسى عليه السلام فيما حكى الله عنه: وعجلت إليك ربي لترضى. فهو يريد غاية واضحة جدا، وهي رضوان الله، ويعلم أن وسيلتها هي التقرب إليه. ولذلك أراد بالتقرب الاستعجال حتى يحل عليه الرضوان بسرعة. قال: وعجلت إليك ربي لترضى. والمنافسون في هذا الطريق بعد أن أبصروا هذا الطريق عزموا على سلوكه ولم يترددوا، ثم بعد ذلك عرفوا تقصيرهم بتجاوزهم للمراحل. كلما تجاوزوا مرحلة عرفوا ما كانوا فيه من الاشتغال عن الله، وذاقوا طعم المرحلة الجديدة وشموا رائحتها، فأحسوا بالقرب، فزادوا فيما يقربهم من الله سبحانه وتعالى. إن كثيرا من الناس يظنون أن الربانيين هم الرهبان المنقطعون عن الدنيا والمنفصلون عن شأن الناس، الذين يتعبدون في الأديرة وينقطعون عن هذه الحياة الدنيا وما فيها، وهذا التصور خاطئ لا أساس له. فأقرب الربانيين قربا أنبياء الله وأصفياؤه من خلقه، ما تركوا سياسة الدنيا وما تركوا تدبيرها، عملوا لدرهم المعاش وعملوا لحسنة المعاد، وأقبلوا على الله وأثنى عليهم بذلك. فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لذلك نحتاج إلى تحديد مفهوم الربانية المنشودة وكيف نطبقها في جوانب حياتنا. فإذا حددنا الربانية بأنها الانتساب إلى خدمة الله جل جلاله وعبادته والتقرب إليه، يشمل ذلك العلم والعمل، ويشمل شؤون الحياة وشؤون الممات. فيحقق الإنسان ذلك عندما يقول صادقا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له،
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولاحظوا أن الآية ختمت بالمنافسة وأنا أول المسلمين، فهذه هي المنافسة في التقرب. والقرب من الله سبحانه وتعالى أهمه ما كان أولا بمعرفته، فالذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى ليس لديه داع يشوقه للاتصال به ولا لقربه، لكن من عرف الله سبحانه وتعالى كان له من الدوافع ما يحفزه إلى المبادرة إلى التقرب وإيثار ذلك على الدنيا وما فيها وإيثاره على كل شيء. والذين آمنوا أشد حبا لله، ولذلك يمكن أن يصل إلى مقام لا ينظر فيه إلى المحفزات النعيمية، لا يفكر فيه في شيء من نعيم الجنة، لأنه يحس أن وراء ذلك لذة أكبر، وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم. ولذلك ثبت في الحديث: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فكل ما في الجنة من أنواع النعيم المقيم والمناظر الجميلة والروائح الجميلة والثياب الزاهية وغير ذلك كله لا يساوي لحظة واحدة من لذة النظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله. وهذا غاية القرب، أن ترى الله عيانا سبحانه وتعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والناس في ذلك متفاوتون، فمن قصد لذة النظر إلى وجه الله الكريم لا بد أن يذكر أن أقواما سيحجبون عن ذلك المقام: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلا يرون الله جل جلاله. ولا بد أن يتذكروا كذلك أن الذين يرون الله جل جلاله سيزول عنهم جميع الحزن والهم والغم وغير ذلك من المصائب. فمن أقبل على الله سبحانه وتعالى ورآه لا يمكن أن يصل إليه أي نصب ولا تعب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى، أيا كان نوع ذلك الأذى. وأهل الجنة يبشرون بدوام الصحة والعافية، فيقال لهم: يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن تنعموا وتكرموا. ففيها حياة دائمة لا يقطعها موت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وفيها صحة دائمة لا يقطعها مرض، وفيها لذة دائمة لا تمل ولا تزول ولا تحول. نعيم الجنة لا يزول، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقد أمنوا من الموت، فإن الموت يؤتى به في صورة كبش أقرن، فيعرض على أهل الجنة فيقال: أعرفتموه؟ فيقولون: نعم نعم هو الموت، ويشمئزون منه. ويعرض على أهل النار فيقال: أعرفتموه؟ فيقولون: نعم هو الموت، ويشمئزون منه. ثم يضجع فيذبح، فينادي مناد من عند الله سبحانه وتعالى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فمن عرف ذلك كان أشد حرصا على القرب من الله سبحانه وتعالى والمبادرة إلى التقرب قبل فوات الأوان. فنحن الآن في هذه الحياة أتيحت لنا فرصة، وهي فرصة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال قبل أن يحال بيننا وبينها. والحيلولة بينك وبين هذه الأعمال هي بالموت الذي يقطع كل أمل، أو بزوال العقل أو ذهاب القوة، فلا تستطيع المنافسة حينئذ. ما دمت ممتعا بعقلك وحياتك وجوارحك فبادر قبل فوات الأوان، قل لا إله إلا الله قبل أن يحال بينك وبينها وسيحال بينك وبينها، صل لله قبل أن يحال بينك وبين ذلك،
وهكذا في كل الطاعات وكل القربات. والمبادرة في ذلك هي الحكمة والعقل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسية أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فهذه الاحتمالات كلها لا بد أن يبادرها الإنسان، فكلها ممكنة، وإذا جاءت فإنها ستحول بينه وبين المنافسة والمبادرة. فلذلك إذا جعل الإنسان أكبر همه رضوان الله سبحانه وتعالى، وأراد التقرب إليه وبذل الجهد في سبيل ذلك، فالأمر ميسور والوصول سهل، لكن لا يكون ذلك إلا بسلوك طريقه الذي جاء به رسوله من عنده صلى الله عليه وسلم. فليس الأمر دائما تابعا للاجتهادات والآراء، ولا يمكن أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من عنده. فالذي يتقرب إليه بما سوى ذلك قد ضل سواء السبيل ولا يصل إليه، والذي يسلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فطريقه مضمون ووصوله حتمي لا بد منه. وقد جاء قوم يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فطريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من عنده، ولا يمكن أن يتقرب إليه المتقربون بغير ذلك. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على تعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وأن يكون ربانيا في ذلك. كيف تكون ربانيا في طلب العلم؟ إنما تكون ربانيا في طلب العلم بإخلاصك لله فيه، وبراءتك من حولك وقوتك إليه، ومعرفتك أن العلم الذي تناله لا يساوي نقطة من بحر علم الله جل جلاله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأن تعتمد في طلب العلم على الوحي الذي جاء من عنده، وأن تحب كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما يقرب إليه حبا شديدا فتتعلق به، فحينئذ سيكون طلبك للعلم طلبا ربانيا. إذا عشت عليه عشت حميدا، وإذا مت مت شهيدا وقديما. قال الشاعر: سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها سكب الدموع على قبري. ويكون الإنسان بذلك سالكا لطريق من سبق، فهي طريق الجنة. وقد صح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كيف تكون ربانيا في العمل بما تعلمت؟ لا تكون ربانيا في ذلك إلا إذا لزمت سواء الحق فلم تفرط ولم تفرط، فلا إفراط ولا تفريط في طريق الحق. فالذي يتشدد ويتجاوز ويوغل بشدة مخالف للمنهج الصحيح فأوغلوا فيه برفق، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. والذي يتساهل ويتنازل إنما هو متمن يعتمد على الأماني التي لا تفيد صاحبها شيئا، إن الأماني والأحلام تضليل.
فالذي لا يريد أن يكون من المنافسين في بكبير صلاة ولا بكبير ذكر ولا بكبير صيام ولا بكبير قراءة القرآن ولا بكبير ملازمة للمساجد ولا بكبير دعوة إلى منهج الله ولا بكبير إعلاء لكلمة الله ولا بكبير صدقة ولا بر هو متمن فقط لا يصل إلى مطلوبه أبدا. فلذلك إذا أردت أن تكون ربانيا في عبادتك فزنها بميزان الشرع الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، وأدي الفرائض أولا ثم كملها بما يتيسر من النوافل، ثم حاول الدوام على ما وصلت إليه من الطاعات. وأحب العبادة إلى الله أدومها وإن قل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يمل حتى تمل، والمقصود بذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يمل ولو مللتم أنتم. فهو نهي عن الإيغال والمبالغة التي تؤدي بصاحبها إلى الانكسار والتراجع. والدوام على الطاعة يكون الإنسان به حالا مرتحلا إذا كان سائرا مع حزبه من القرآن ومن القيام ومن الذكر ومن التلاوة ومن التعلم ومن العبادة ومن قيام الليل ومما يتيسر من الصدقات وغير ذلك، فحافظ على هذا فكان ذلك عادة له، فإن الله سبحانه وتعالى ينميه ويجعله سبيلا دائما له، حتى لو شغل عنه بمرض أو سفر أو كبر فإنه يكتب له كاملا. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله إذا مرض العبد أو سافر قال الله لملائكته انظروا إلى ما كان يعمل وهو عبدي صحيحا مقيما فاكتبوه له، فيكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما لا ينقص منه شيء، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تكون ربانيا في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تعلم أن الهداية من عند الله، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأنك أنت إنما أنت وسيلة لتبليغ الرسالة، ولا بد أن تحرص على أن تتأدب بأدبها، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبدي. فلا بد أن تحرص على أن تكون مؤدبا بآداب الشرع موصلا للرسالة على أحسن وجه، كما كان أنبياء الله عليهم السلام يوصلون دعوة الله سبحانه وتعالى إلى عباده. إذا أردت أن تكون ربانيا في دعوتك فلا تتكل على الأسباب، واعلم أن القدر قد نفذ، وأن الأقلام قد رفعت، وأن الصحف قد جفت، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وبذلك لا يشق عليك تأخر فتح ولا يقتضي منك تعجله أيضا فرحا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه حكمة الله في قدره، لكي لا تأسوا أي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها، فكل ذلك مكتوب قد رفعت الأقلام عنه وجفت الصحف. إذا أردت أن تكون ربانيا كذلك في معاملتك فزين المعاملة بميزان الشرع، انظر إلى من أمرك الله بالإحسان إليه فبادر إلى الإحسان إليه، فإن الله قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، وقال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فاسعى لأن تؤدي هذا الحق الذي عليك. ومنه فيما يتعلق بالوالدين خفض الجناح لهما من المذلة، ومنه شكرهما على ما أصديا وقدما، فإن الله أوجب عليك شكرهما فقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فلا بد أن تشكر لهما قبل أن يفارقاك، وأن تظهر لهما المذلة والهوان بين أيديهما
وكمال المحبة وكمال الطاعة تعاملي مع الناس عموما، فتذكر أن الله الذي خلقهم هو أرحم الراحمين جل جلاله، وهو الرحمن الرحيم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المسلسل بالأولية: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لا يرحم لا يرحم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وورد عنه أنه قال: لن تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها. إذا أردت أن تكون ربانيا في طلب المعاش فلا بد أن لا تطلب الدنيا إلا من حلها، وأن لا تضعها إلا في محلها. ليس الزهد أن تتركها بالكلية، فذلك تفريط وتضييع للواجبات والحقوق. فابذل السبب في الوصول إلى الحلال منها، ولكن لا تطغى به. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. والإنسان لا يستغني أبدا، لكن قد يرى نفسه استغنى، وهي نظرة عجلة ليس وراءها حقيقة. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لا بد أن تجتهد في أن لا تأخذ مالا إلا من حق، وأن لا تضعه إلا في محل مسموح به أذن لك به. إذا أردت أن تكون ربانيا في الاكتساب فلا بد أن تكون من المتوكلين على الله. لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فتكون من المتوكلين على الله، وتعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن جميع الأرزاق بين الكاف والنون، وأنه هو الذي يوزع الأرزاق بين عباده، وقد ضمن لكل نفس منفوسة رزقها حتى تموت. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إذا أردت أن تكون ربانيا في طلب الرزق والمعاش فانظر إلى تدبير الملك الديان فيه، ولا تنظر إلى تدبيرك أنت، فأنت في غاية العجز والجهل بمآلات الأمور ومصائرها، والله جل جلاله هو الذي يدبر ذلك كله. وانظر إلى تدبيره في معاشك، فمعاشك يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى: رفعت يدك عن التصرف فيها بالكلية ولا علاقة لك بها. والمرحلة الوسطى هي التي جعل تدبيرها تحت يدك. والمرحلة الثالثة كذلك: رفعت يدك عن التصرف فيها. فالمرحلة الأولى: هذا الخبز الذي تأكله، من الذي زرع الأرض وشقها؟ من الذي أنبت فيها النبات؟ من الذي رعاه؟ من الذي حصده؟ من الذي نقله؟ من الذي اشتراه؟ من الذي أوصله إلى السوق؟ كل هذه المراحل لا علم لك بها، وقد رفعت يدك عن التصرف فيها حتى اشتريت الخبز جاهزا للأكل. فهنا تأتي المرحلة الثانية، وهي عندما تأخذه تشتريه وتأخذه وترفعه إلى فمك. هذه مرحلة وضعت يدك فيها للتصرف. المرحلة الثالثة: رفعت يدك عن التصرف فيها بالكلية، وهي بعد الابتلاء. فبعد أن تبتلع ما رزقت به من ذلك رفعت يدك عن التصرف فيه، لا تدري أين يذهب، وسيوزعه الله، فمنه ما يذهب فيكون شحوما نافعة، وما يكون شحوما ضارة، وما يذهب إلى لون الشعر، وما يذهب إلى لون البشرة، وما يذهب إلى الأظافر، وما يذهب إلى العصب، وما يذهب إلى العظم، وتفصيلات ذلك، وما يكون له من الإنزيمات، وما يكون له من التوزيع، رفعت يدك عنه بالتصرف، لا مشاركة لك فيه بالكلية. فإذا أردت أن تعامل الله معاملة صحيحة في هذا الجانب فاعلم أن كل تدبير إنما هو منه سبحانه وتعالى، وأنك أنت مأمور ببذل الأسباب فقط، وكونك مأمورا بها يقتضي تعبدا منك بها. فالتوكل على الأسباب شرك وتركها معصية. إذا أردت أن تكون ربانيا في الجانب السياسي من حياة الناس فانظر إلى
تحديد الولاء الذي حدده الله سبحانه وتعالى لك: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذا أردت أن تكون ربانيا في الجانب الاجتماعي فلا تتزوج عن شهوة ولا تتصرف على أساس نزوة، بل انظر إلى ما شرعه الله وأنه جعلك خليفة في الأرض وجعلك مؤتمنا على جوارحك، فلا بد أن تسعى لوضعها في الحلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. إذا أردت أن تكون ربانيا في حياتك كلها فتذكر ضيق هذه الحياة وقصرها، وأنها مجرد معبر تمر به، مالي ومال الدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة. تذكر سرعة انقضائها وزوالها وذهابها، وأن تفاوت أهلها فيها إنما يزول بمجرد الموت. إذا وقفت على المقبرة لا تستطيع أن تميز بين قبر الذكر والأنثى والكبير والصغير والملك والمملوك والأبيض والأسود والمعمر والمنقوص من عمره والغني والفقير والجميل والقبيح والصحيح والسقيم، لا تميز بين قبورهم، لأن هذه الأمور إنما يفترقون فيها فوق الأرض في الحياة الدنيا القصيرة، أما في عالم البرزخ الطويل فإنه لا فوارق بينهم، ينقسمون فقط إلى قسمين، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذود. إذا أردت أن تكون ربانيا في مماتك فاجعل مماتك لله سبحانه وتعالى وإقبالك عليه، ولا تمر عليك ساعة إلا أعددتها لأن تكون خاتمتك في هذه الحياة الدنيا. الذي يريد أن يكون ربانيا حقا لا تمر عليه ساعة وهو يعلم أن أمرا ما أقرب إلى الله من غيره إلا بادر إليه، لأنه بمثابة التاجر يبحث عن أربح الصفقات، فأربح صفقة مع الله في هذه اللحظة هي التي تبيع فيها هذه اللحظة من عمرك. تكون مستعدا لهذا الموعد الحتمي الذي لا بد منه وهو مجهول بالنسبة إليك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فأنت تعلم أن الموت آت لا محالة، إنك ميت وإنهم ميتون، وتعلم أنك قطعت مراحل في طريق الموت، تجاوزت كثيرا من المراحل فلم يبق بين يديك إلا هذه المرحلة وهي مرحلة الموت، فلا بد أن تستعد لها. إذا أردت أن تكون ربانيا حقا فتذكر الموت في كل لحظاتك. تذكر الموت عندما تثور فيك ثائرة العزة والغلظة، عندما تريد الانتقام لنفسك، عندما تريد أن تقتص لنفسك من الآخرين، عندما تريد أن تنتصر لنفسك، تذكر الموت. إذا أردت أن تكون ربانيا في حياتك ومماتك فتذكر لحظة الموت عندما تثور فيك الشهوة. تذكر عرضك على الله ووقوفك بين يديه يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية، يوم تبلى السرائر ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. إذا أردت أن تكون ربانيا في حياتك الدنيا فتجهز بها للآخرة واجعلها معبرا وزادا وراحلة للدار الآخرة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم،
إلا آكلة الخضر فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت ولنعم صاحب المسلم هي إن أطعم منها الفقير والمسكين وابن السبيل. إذا أردت أن تمتحن نفسك في الربانية فتعرف كم تستحق من العلامة الكاملة، انظر إلى نفسك عند امتحانات الله لك، فامتحانات الله لك منها النواهي ما نهاك الله عنه، انظر إلى إمساك نفسك عنه عندما تدعو إليه الشهوة والدواعي، عندما يدعوك لسانك إلى الحديث بما لا يرضي الله، انظر هنا هذا وقت من امتحانات ربانيتك، هل تستطيع أن تمسك لسانك عن الوقوع فيما نهى الله عنه؟ إذا دعتك الشهوة إلى النظر بعينك إلى ما حرم الله عليك، انظر هل تستطيع غض البصر حينئذ أو لا؟ إذا دعتك الدواعي إلى سماع ما لا يحل لك سماعه، انظر هل أنت قادر على كف سماعك عما حرم الله عليك؟ وهكذا في كل جوارحك التي هي أمانة الله لديك. ثم انظر إلى امتحانك عند الأوامر، هل أنت من المبادرين إلى نداء الله سبحانه وتعالى؟ هل أنت من المبادرين إلى الصلاة التي هي عهد ما بينك وبين الله، 5 صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حفظهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، وهكذا في كل الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. اكتب علامتك التي تستحقها عند فرائض الله سبحانه وتعالى، ثم انظر بعد ذلك إلى السنن والمندوبات، هل أنت من المسابقين السابقين بالخيرات بإذن الله؟ إذا لم تستطع ذلك فهل أنت من المقتصدين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ إن لم تكن كذلك فأنت من الظالمين لأنفسهم. فلذلك لا بد يا أخي أن تبادر لوضع تخطيط محكم لنفسك تحدد به مكانك وتمتحن به نفسك في سبيل هذه الربانية. فإذا وجدت نفسك نافرة من الطاعات مقبلة على المعاصي فاعلم أنك محتاج للدواء ولتبادر إليه ولا تؤخره، ودواء ذلك منه تذكر الموت ومنه صحبة الأخيار الأبرار الناصحين ومنه الإكثار من الاستغفار الذي يبدل السيئات حسنات ومنه قراءة القرآن والإكثار من الذكر، فهذا الذي تقبل به على الله. إذا أردت أن تكون ربانيا في خشوعك فاعلم أن هذا الخشوع لا ينال إلا بمجاهدة، والمجاهدة فيه تقتضي منك أن تتخاشع أولا حتى تخشع. الذي يريد أن يكون من الخاشعين لا بد أن يظهر على نفسه السكينة والوقار والتأني وعدم النزق وعدم الخفة، وأن يكون من حاضر البال عند الطاعات ومن حاضر البال كذلك عند المعاصي حتى لا يخف فينساق وراء الدواعي إلى المعصية أو يثقل فيتقاعس عن الطاعة. فيقتضي منه ذلك أن يجعل نفسه في قفص الاتهام وأن يتهمها دائما في كل الأمور، فإن الشيطان عدوك يسعى لإغوائك وله أرباح يجنيها من البشر. كل جماعة في مسجد ينظر إليهم الشيطان فيقول كم نصيبي من هذه الجماعة، فالذين الذين يغويهم ويأخذ بأزمتهم ونواصيهم هم الذين جعلوا له سلطانا على أنفسهم وسلكوا خطواته واتبعوا سبيله، فأولئك الذين يفرح بهم الشيطان وهو عدو لكم. فلذلك احرص على أن لا تكون من نصيب الشيطان من جماعة المسجد الذي أنت فيه. كل طلبة يطلبون العلم فالشيطان ينظر إليهم ويقول كم نصيبي من هؤلاء، فاحرص على أن لا تكون من نصيب الشيطان منهم. أهل الأسواق ينظر إليهم فيقول كم نصيبي من هؤلاء،
الخارجون في الطرقات ينظر إليهم فيقول كم نصيبي من هؤلاء، فاحرص على أن لا تكون من نصيبه وأن تكون من المقبلين على الله سبحانه وتعالى. حاول أن تتأثر بذكر الله وبكتابه وبسماع أسمائه، فإن ذلك من علامات الربانية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون. إذا ذكر الله فاخشع لذكره وتذكر عظمته وجلاله، وحينئذ ستزداد طمعا فيه وخوفا منه وإقبالا عليه. إذا ذكر الله تذكر محبتك له وسابق إحسانه عليك وتذكر رجاءك منه في المستقبل. إذا ذكر الله فتذكر أن الذين يذكرونه يتنافسون في التقرب إليه، وحاول أن لا تسبق وأن لا تكون في آخر القائمة. وإذا تلوت كتابه فتدبر واعتبر وابكي وتذكر، وإذا لم تبكي فتباكى حتى تستطيع الوصول إلى البكاء منه، فإنك إذا ذقت طعمه وعرفت أنه رسالة خاصة من ربك إليك وقارنتها بأية رسالة لو وصلت إليك رسالة من والدك على بعد وبطء، أو وصلت إليك رسالة من شيخك المحبوب، تحملت إبقاءها في البريد حتى تفتحها وتعرف مضمونها. إن لم تستطع قراءتها كاملة لا بد أن تعرف مضمونها. هذا القرآن رسالة من ربك الذي فطرك وسواك، وهو رسالة إليك، فكيف تصبر عن قراءته؟ إذا لم تستطع ختمة كاملة على الأقل اقرأ شيئا منه، لا تراه فتهمله، فهو رسالة واردة إليك. واعلم أن هذا القرآن إما حجة لك وإما حجة عليك، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يسوق أقواما ينشب في ظهورهم حتى يكبهم على وجوههم في النار، ويقود آخرين فيرتفع بهم حتى يدخلهم الجنة، ويأتي تتقدمه البقرة وآل عمران كالغمامتين يصادع عن صاحبه، وهو شافع مشفع أو ماحل مصدق، فلا تجعله ظهريا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اعتبر به وتفكر وتدبر معانيه، وتدبره تدبر المحبة، فالتدبر قسمان: تدبر المعاني وتدبر المحبة. تزداد به إيمانا ويقينا، وتجده ميزانا لأعمالك كلها، وصراطا مستقيما، وحبلا قويا تتمسك به في كل مغرق تخاف منه، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. إذا رأيت المقبلين على الله فنافسهم يا أخي ولا تعرض، فمن المؤسف أنك تريد أن تكون من أهل الله ومن أوليائه ومن المقربين إليه، ومع ذلك ترى المتنافسين والمتقربين يتنافسون في صدف الليل وهم يذهبون إلى المساجد، أو يقومون والناس نيام، أو يتصدقون بفضول أموالهم، أو يذكرون الله، أو يدرسون علمه، أو يبلغون رسالاته، فتنام عن ذلك وتعرض عنه ولا تشارك فيه وأنت تريد المسابقة. هذه الأمة محتاجة إلى الربانيين الذين إذا دعوا الله استجاب دعاءهم، وإذا توجهوا إليه في أي أمر لم يردهم. من يكون هؤلاء الذين تحتاج إليهم هذه الأمة إذا لم يكونوا من طلبة العلم المتخصصين فيه، طلبة العلم الشرعي المتفردين لميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم يوجد فيهم من يسد لهذه الأمة هذا المسد الذي تريده، ولم نجدهم ربانيين إذا دعوا الله استجاب لهم، وإذا ناداهم أقبلوا عليه بوجوههم الصبيحة يعفرونها لله سبحانه وتعالى حياء منه وشكرا له وضراعة بين يديه، يقبلون عليه إقبالا صادقا وتوجها صحيحا ليس فيه كذب ولا التواء،
هم الذين عرفوه وعرفوا وحيه وكلامه، فهم أولى بأن يبادروا إلى التقرب إليه، هم أولى الناس بأن يكونوا من أولياء الله. كثير من الناس يريد أن يكون من أولياء الله ومن المتقربين إليه الربانيين، ولكنه يسوف ويطيل الأمل فيقول دعونا الآن نؤخر هذا العمل إلى غد، ولكن الشيطان يغره بذلك، فمن سيدرك غدا ومن سيعيش إلى تلك الفرصة؟ وهل ستبقى ممتعا بحواسك وجوارحك وقواك إلى أن تستعملها؟ هذه أمور ليس لك ضمان بها، فلذلك لا تسوف ولا تطول الأمل، وبادر المبادرة المبادرة قبل فوات الأوان. كثير من الناس كذلك يظن أن سيئاته وسوابقه وأخطاءه تقعد به عن مقام الاصطفاء، وأن يكون من أولياء الله، وأن يكون من المقربين إليه، وأن يكون من الربانيين الصادقين. وهؤلاء أساءوا الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فقنطوا من رحمته وأيسوا من روحه، وقد قال تعالى ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وآخرون ظنوا أنهم سيكونون من أولياء الله الربانيين الصالحين دون أن يبذلوا جهدا، ودون أن يلزموا طريقا، ودون أن يجاهدوا أنفسهم على ذلك. فهم يظنون أنه بما أنه فلان ابن فلان من الأسرة الفلانية يستحق أن يكون من أولياء الله، والواقع خلاف ذلك، فالشيطان يغرهم. وقد قال الله تعالى ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فأولئك أمنوا مكر الله حين بارزوه بالمعصية وقصروا في الطاعات، ومع ذلك رجوا أن ينالوا المقام الذي لا يناله إلا المبادرون المضحون. إن حاجة الأمة إلى الربانيين حاجة كبيرة، فلا تستغني عن الذين يجابون إذا دعوا، ولا يرد الله وجوههم ويرد بهم الفتن والمشكلات عن الناس. وقد قال القرطبي رحمه الله في تفسيره كل بلدة حوت أربعة يرفع عنها البلاء بهم: إمام عادل لا يظلم، وعالم على طريقة الهدى، ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ونساء لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهؤلاء الأربع هم مظلة العذاب، كل مدينة أو قرية هم فيها يرفع الله عنها البلاء والعذاب بوجودهم. فاحرص يا أخي على أن تكون من الذين يرفع الله بهم البلاء، إن لم تستطع أن يرفع الله بك البلاء عن الأمة كلها على الأقل عما حولك. فإن تك فاتتني السماء فإنني بأرفع ما حولي من الأرض أطول، حاول أن يرفع بك البلاء عن محيطك الذي أنت فيه، حاول بكل اجتهاد أن تكون من الذين ترفع أعمالهم إلى الله، وأن لا تكون من الذين تؤخر أعمالهم فيقال أرجئوا هذين حتى يصطلحا من بينهما شحناء. حاول في ربانيتك أن تزداد بصيرة ونورا، ولا يكون ذلك إلا بزيادة الإقبال والصدق عليه سبحانه وتعالى والإكثار من دعائه. اجتهد في أن يكون ما تتعلمه من العلوم النافعة من الأوامر والنواهي مقسما إلى مكانه الذي يستحقه من العاطفة، فما أمر الله به وما رضيه لك فاجعله في مكان المحبة من قلبك، وما نهى الله عنه أو كرهه اجعله في مكان الكراهة لديك، فأحبب كل ما يحبه الله حبا شديدا. أحبب الطاعات، أحبب القربات حبا شديدا وتعلق بها، فإذا خلوت فستكون ملجأك وظهيرك، وإذا انشغل الناس فإنك لا تنشغل عنها لمحبتك لها. والذي يحب الله سبحانه وتعالى ويحب طاعته لديه زاد من المحبة يشغله عما يشغل فيه الناس ويتنافسون فيه من أمورهم.
وإذا سلكت الطريقة فكن دائما على وجل وخوف أن لا يتقبل الله منك، وأنت تعلم أنه يقول إنما يتقبل الله من المتقين. اجتهد في أن تكون من الذين إذا تعلموا عملوا بما تعلموا ولم يتركوه ظهريا، فبادروا إلى تطبيقه وعملوا به، ثم بعد ذلك دعوا إليه وأوصلوه إلى غيرهم. اجتهد في أن تزداد قربا من الله كلما ازددت في هذه الحياة. أربعون الأذان ونواصل إن شاء الله. فحياتك هذه يمكن أن تستغلها فيما يقربك، فاجتهد في أن يكون يومك خيرا من أمسك، وأن يكون غدك خيرا من يومك، بل أن يكون في اليوم الواحد المستوى الذي أصبحت فيه حاول أن لا يأتي المساء وأنت في نفس المستوى، بل حاول أن تزداد قربا من الله سبحانه وتعالى وزيادة من الخير والإكثار من الطاعات وزيادة النسك حتى يرق قلبك. واعلم أن القلب القاسي بعيد من الله، والقلب الرقيق الذي يهتم صاحبه بأمور الدين قريب من الله. أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. رقة قلبك من أسبابها الاتعاظ والذكرى، وأنت محتاج إلى ذلك في ربانيتك، فقد شرعت لك زيارة القبور لتذكر الآخرة، فإنك عندما ترى المقبورين وقد انقطعت آمالهم عن الحياة الدنيا وتعلم أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار، وأن صاحبه قد انقطع أمله من هذه الحياة فلا يمكن أن يعود إليها، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. اجتهد أن تسمع موعظة ترقق بها قلبك وتنقذ بها نفسك من الغفلة. والذكرى تنفع المؤمنين، والناس فيها أربعة أقسام. القسم الأول الذين لا يتحملون سماع الذكرى ويفرون منها كما يفرون من الأسد، وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. والقسم الثاني الذين يتحملون سماع الذكرى بآذانهم ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب لأن القلوب قد طبع عليها، وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. والقسم الثالث الذين يفصلون في الذكرى فيسمعونها من بعض الناس دون بعض، فإذا سمعوا مذكرا يعجبهم نسبه أو مستواه أو هو من جماعتهم أو يعرفونه أصغوا إليه وأنصتوا، وإذا سمعوا غيره أعرضوا عنه وتفرقوا. وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين اتصفوا بصفة أهل مكة وأهل الطائف عندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ومعنى لولا هلا، يقولون هلا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فأجابهم الله بقوله أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. والقسم الرابع الذين يسمعون الذكرى من كل أحد فينتفعون بما فيها من الحق ولا يضرهم ما سواه، وهم المبشرون ببشارة الله
فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أي من يخشى الله، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. حاول يا أخي أن تكون لك خبيئة فيما بينك وبين الله من القربات التي لا يطلع عليها الناس. أعمال السرائر مؤثرة تأثيرا بالغا، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تردوا الجنة بسلام. فالذي يخفي طاعته أقمن للإخلاص فيها. ولذلك ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فاجتهد أن تكون لك خبيئة بينك وبين الله سبحانه وتعالى من الطاعات لا تطلع عليها أحدا من عباده، تقرب إليه بها وأنت تعلم أنه هو الشكور، وأن من تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا. اجتهد في تنقية نفسك من أمراض القلوب وأضرارها حتى تصلح للمنافسة. الذي يريد أن يكون ربانيا من أهل الله وأوليائه كيف يكون قلبه محلا للأقدار والأوساق والأنجاس، وهو يريد أن يكون مكانا للأنوار والقرب من الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن ذلك. فلهذا نقي قلبك من جميع الأمراض والأقدار، نقه من الرياء، نقه من السمعة، نقه من رؤية الفضل على الغير، نقه من الكبر، نقه من العجب، نقه من حب الدنيا، نقه من البخل، نقه من الغضب. إذا نقيته من هذه الأمور وطهرته منها فاعلم أنك حينئذ تجهزت للمنافسة ولم تنتهي بعد. فاجتهد أيضا في أن لا يغرك الشيطان، فالشيطان إذا أيس من إغوائك حاول القعود بك عن الطاعة، فإذا أيس من ذلك حاول أن تشتغل ببعض الطاعات عن بعض، فإذا أيس من ذلك حاول أن يوقعك في بعض المباحات التي تشغلك عن الطاعة. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا أيس من ذلك حاول أن تعجب بنفسك، فإذا أيس من ذلك حاول أن تحتقر عملك، وكل ذلك يريد به إغواءك، فلا تجعل له عليك سبيلا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لسلوك طريق الاستقامة، وأن يجعلنا أجمعين ربانيين، وأن يستعملنا في طاعته ونصرة دينه وإعلاء كلمته، وأن يجعلنا من أولى أوليائه به وأقرب المقربين إليه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم إن الأمور مرجعها إليك،
فلا تفضحنا بين يديك. اللهم إن الأمور مرجعها إليك فلا تفضحنا بين يديك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.